يعني ما يكونش قلت ولا لا تقوم يعني مسجل ولاية يكون يعني في اليوم الأول صبها في حسابات يعني العائلات منذ الأسبوع الماضي، وهذا الرقم يتجاوز 30 مليار و5 لا 77 ألف عائلة كانت معنية بمبلغ 130 مليار و500 مليون. هذه كذلك تعد من الإعانات التي توليها الدولة عناية بالغة، وكذلك المساعدة كذلك فيما يخص المحافظ 12 ألف محفظة، وكذلك فيه محسنين رفقونا في الجانب يعني فعل المحفظات النشاط الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن خصت 12 مليون ما يفوق مليار ومئة. والله يعني التقييم نقدر نقول كان متوسط. أنا كما ذكرتم يعني كنت واقفة في الميدان وزرت عدة دوائر وعدة بلديات يعني تحسبا للدخول المدرسي، وكذلك لنرى يعني بأعيننا مدى تجسيد التعليمات التي أسديناها للسلطات المحلية والمدراء ورؤساء المجالس الشعبية يعني وكل المتدخلين في هذا الجانب التحضيري. يعني نقدر نقول اليوم أن التقييم بالنسبة للولاية تقييم متوسط، لأني كنت زرت بعض البلديات وبعض المدارس لم أكون راضية على هذا المستوى، لأن لما نقارنه بكل يعني الوسائل المادية التي جسدتها وجندتها وخصصتها الدولة أنا كنت غير راضية، خاصة وأخص بالذكر لكي ينطلق في الميدان السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سكيكدا. لست راضية أبدا على المستوى الذي يعمل فيه هذا المجلس، واليوم يعني نذكر أمام الجميع لكي يتحرك هذا المجلس. لم نرى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سكيكدا يتفقد ولا مدرسة واحدة، كان الوالي يتفقد وهذا واجب، هذا واجب علينا، كل المدارس وكل المتوسطات وكل الثانويات. لماذا؟ لكي ننسق، لكي يعني نعطي الدعم، نعطي كيفاش يقولوا النشاط لرؤساء البلديات. انا كنت نروح ندعمهم ونقول لهم راني واقفه معاكم باش نحضروا هذا يعني موعد مهم على المستوى الوطني. رئيس الجمهوريه هو بنفسه يولي عنايه خاصه لهذا القطاع لما له من اهميه، تكوين الاجيال هذا مستقبل اولادنا، فما بك رئيس بلديه لم يزر ولا مدرسه.